حار في أغلب المناطق وطقس شديد الحرارة في غرب المملكة ورياح البوارح تهب على الخليج والمناطق الشرقية والوسطى من المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة في عامة مناطق المملكة وتكون شديدة الحرارة في المناطق الغربية، وأيضا بالنظر إلى هذه الخرائط الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، هنالك مؤشرات أولية على نشاط مرتقب لرياح البوارح المثيرة للغبار في أجزاء من الرياض. طبعا كما هو واضح لدينا هنا المناطق الشرقية وأجزاء من مناطق الوسطى، وأيضا هنالك تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية في جزء أو في بعض أجزاء المناطق الشرقية وأيضا من مدينة الرياض إداريا. ننتقل سريعا لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء صافية ودرجات الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، سرعة الرياح متوقع أن تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في الثلاثة أيام القادمة فمتوقع أن تكون الأجواء أيضا حارة نوعا ما، حيث يوم الجمعة تكون درجة الحرارة نهارا 37 درجة مئوية وليلا 25، أما يوم السبت والأحد فتكون درجة الحرارة ما بين 35 إلى 37 درجة نهارا مع وجود بعض الغبار، أما ليلا فتكون الأجواء صافية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة الواردة لدينا ليوم الغد، ونبدأها من سكاكا حيث تكون الأجواء صافية من 34 إلى 20 درجة مئوية ليلا، في عرعب من 32 إلى 19 درجة مئوية ليلا، في تبوك أجواء حارة من 37 إلى 25 درجة مساء. في مكة المكرمة الأجواء حارة من 43 إلى 31 ليلا، في المدينة المنورة كذلك الأمر من 41 إلى 31 درجة مئوية ليلا، في جدة من 39 إلى 30 درجة مئوية ليلا، وفي الطائف من 35 إلى 23 درجة مئوية ليلا. أما في أبها هنالك غيوم متفرقة من 33 إلى 18 درجة مئوية ليلا، في الباحة من 30 إلى 21، وفي جازان من 35 إلى 30 درجة مئوية ليلا. ننتقل سوية لمشاهدة باقي المناطق، في الدمام من 36 إلى 25 درجة مئوية مع رياح نشطة، أما في الإحساء هنالك بعض الغبار من 39 إلى 26 درجة مئوية، في حفر الباطن كذلك الأمر من 35 إلى 22 درجة مئوية ليلا. أخيرا في الرياض من 37 إلى 25 درجة مئوية، في بريدة من 36 إلى 23، وفي حائل من 33 إلى 20 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.